السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2، ومهمتنا اليوم اصدقائي هي غريم رازلوس اقتل سيرجيوس. سنذهب الى الخريطة. نحاول قضاء سيرجيوس اصدقائي، نذهب الى وكر سيرجيوس. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الفيديوهات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا أيضا اللايكات والكومنتات، ومن لم يشترك في القناة فليشترك الآن، وفعل أيضا زر الجرس حتى تظهر له جميع الحلقات الجديدة أول بأول. ها هو الوكر أصدقائي، وكر رحلة بحث سنوية ذو رتبة مرتفعة. ندخل الوكر أصدقائنا، ونبحث عن وكره، وكر سيرجيوس، حتى نستطيع القضاء على سيرجيوس أصدقائي. نتقدم إلى الأمام ونتجنب الدوار الضعيفة أصدقائي. حسن الطريق من هناك، هناك سيكون في الأغلب. حسن، سأبقى مستمرا في الأمام. نرى أين سيقودنا هذا الطريق. هو طريق مغلق، إذن سنعود ثانية. سنعود من حيث أتينا أصدقائنا في هذا الوكر، حتى نجد وكر السيرجيس أصدقائنا. نتقدم إلى الأمام. سأقتله بزنجر الرعدي، فلنرى إذا كان سيصمد أمام زنجر الرعدي أصدقائنا. حسن الطريق من هنا، تايجريكس يحاول مباغتتنا والقتال معنا، ولكن نتجنبه بنجاح أصدقائنا. نستمر بالتقدم، يوجد بوكي بوكي هنا أيضا. ها هو وكر سيرجيوس، وصلنا لسيرجيوس، ضربنا جدا من مكانه، أو سيرجيوس أمامنا يعني. وصلنا على خامس صهر، سيرجيوس لاحظ وجودنا، ونبدأ التعارك مع سيرجيوس الآن. الجميع يهجم هجوم تقني، حسن نهجم هجوم تقني، وهو يهجم هجوم تقني أيضا. حسن سأستخدم هجوم قوة إذا، نختار وحوش، نختار ماذا؟ لا يوجد لا هجوم قوة. حسنا سأهجم هجوم قوة على أي حال، هجوم مزدوج بيني وبين ريفر 2 أصدقائي، 655 نقطة، نجمع بعض الطاقة، طلقت دراجوفاج من زنجر الجهنم، نهجم هجوم قوة مرة أخرى، هجوم القوة ينتصر على هجوم التقني 241 نقطة، طلقت دراجوفاج يطلقها زنجر الجهنمي أيضا مرة أخرى، تقنية قطع الهجوم من ريفر 2 485 نقطة، ويغضب سيرجيوس جدا منا. نختار هجوم القوة مرة أخرى، 365 من ريفر 2، وهدير الوحش المزعج 212 نقطة من لاعبنا، 490 نقطة من سيرجيوس. نختار مهارة الركوب الآن، نختار هجوم قوة أيضا مرة أخرى، هو يستخدم ركلة هوية هجوم سريع. إذا سنستخدم هجوم تقني الآن لننتصر عليه أصدقائنا. نختار هجوم تقني، قوة الضربة الأرض العنيفة من ريفر 2 أصدقائي 1685 نقطة. هجوم التقني ينتصر على السرعة 846، يسقط سيرجيوس على الأرض. هذا فرصتنا، نختار مهارة اقتران عادية، ستكون ضربة حاسمة ليفل 2 أصدقائي المستوى الثاني، ضربة الجهد. ها هو يركض في الصواعق أصدقائي، يشحن نفسه بالصواعق الكهربائية، ويستخدم ضربة الرعد أصدقائي. زنجر الجهنم يولد انفجار هائل 1836 نقطة حاسمة، 593 نقطة حاسمة من ريفر 2 أصدقائي أيضا. صراع القوة بين ريفر 2 بين زنجر الجهنمي سيرجيوس، ننقر حرف A باستمرار 449 نقطة. حسنا نهجم هجوم ماذا الآن؟ إذا هجم هجوم قوة سهجم هجوم سرعة. ضربة هزة التنين الأرضية من ريفر 2 أصدقائي، يحمل سيفه الثقيل، يحتك بالأرض من ثقله،
يقفز عاليا يقوم بخصم سيرجيو سيلانس فاين أصدقائي 1482 نقطة 101 نقطة. طلقة دراجوفاج من زنجر الجهنمي أيضا يتضرر بشكل كبير. تمت هزيمة سيرجيوس أصدقائنا، تنتصر في هذه المعركة سيرجيوس مستوى التاسع خلال 8 جولات فقط، اكتسب 7574 نقطة خبرة تصنيف اس وبعض العناصر من قشرة سيرجيوس وآخره. حسنا نحصل على بيضة سيرجيوس الآن. وسنرى بيضة أخرى. نرى أيضا بيضة أخرى. نفس البيضة. حسنا نخرج من هنا أصدقائي. نخرج خارج الوكر ونعود ثانية إلى قرية نوتي. نذهب إلى لوحة المهام ونحصل على المكافأة عن المهمة. الآن نختار خريطة. نذهب إلى خليج شمال كومونا إلى ركوب المنزل المتنقل، ونختار الآن ركوب المنزل المتنقل أصدقائي. نختار ها هي وين نوتي. نختار قرية نوتي أصدقائي. نعود ثانية إلى لوحة المهام. للحصول على المكافأة أثار التسليم. اكتملت المهمة أصدقائي. نكتسب 4200 نقطة خبرة و 15800 زيني من المال وبعض العناصر هي الحشرة العظيمة. حسنا إلى هنا تنتهي اليوم حلقتنا من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. والحلقة الجاية ستكون أصدقائي بازل يستمتع بوقته مهمة بازل بسكيلس. نراكم في الحلقة القادمة أصدقائي من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.